وعدنا مالكها بسيارة غريبة بقدرات خاصة وبقصة شديدة الخصوصية. ربما هذه السيارة رياضية. كلا، لا يمكن الاعتماد عليها. ربما تكون هذه، لا للأسف فهي ليست غريبة بما يكفي. ربما هذه شيفولي كابريس C19 من عام 1994، كانت مستخدمة أصلا في قسم الشرطة في لوس أنجلوس. مالكها الحالي يعرف كيف يعاملها بشكل صحيح، فهو نفسه شرطي لنجربها. زملائه سيغضون اليوم الطرف عنه، وسيستعرض أندري إمكانيات الكابريس. هناك شروط بالطبع يجب تغطية أضواء الشرطة، فليس مسموحا بها تماما مثل منبه الإنذار الذي يمنع رسميا تركيبه. بالطبع سنمتثل للقواعد. عندما أسير الآن في الخارج يكون كل شيء مغطى ومغلقا، لكن عندما يكون هناك لقاء كما هو الآن أو تصوير مثلا أقوم بتشغيلها. طبعا فإن شيفغولي كابريس لديها حزمة شرطة، بمعنى أن لديها محرك V8 خاص بسعة 5.7 لتر مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، خالية من الصدأ، لم تتعرض لحادث. والأهم بالنسبة لسيارة شرطة حقيقية هو ألا يكون قد امتلكها شخص مدني. بهذه الإمكانيات الملفتة للنظر حقق المالك أحد أحلامه. كنت دائما أبحث من حين لآخر عن السيارات الموجودة، وفي وقت ما رأيت السيارة الكابريس وأحببتها، ثم كتبت رسالة للشخص الذي كان يبيعها، والحمد لله رد علي بأنها ما زالت موجودة وقدم لي سعرا جيدا. عقد أندري صفقة جيدة، فسيارته كانت تلقى رعاية جدية أثناء خدمتها في الشرطة، ولم تقم بمطاردات صعبة. أضواء الشرطة فيها أصلية 100%، وكذلك الكتابة الخاصة بالشرطة. بضغطة بسيطة على دواسة الوقود يظهر محرك الـ V8 إمكانياته القوية، فقوته 264 حصانا، يطلق لها العنان عند تعقب الأشرار. كشافات البحث المعروفة لازالت موجودة، ويجلس المرء خلف مقود سيارة ليموزين رياضية ضخمة محاطا بتجهيزات من البلاستيك تشبه سيارات نقل البضائع وتنتقص من قيمة الإنسان. فيما عدا أجهزة الاتصال اللاسلكي وضوء المنارة لا توجد أي تجهيزات أخرى، وبقي فقط قفص الموقوفين المقاوم للأوساخ وقابل للغسل. الأمريكيون لا يعبؤون عادة بالحيز الداخلي، فهو في معظمه يكون من البلاستيك، وفي هذه السيارات خصوصا يكون من البلاستيك المنخفض الجودة الذي يتلف بسرعة، فلا بد من الحذر. وأنا محظوظ لأنه ما زال جيدا، إذ لم يكسر بالداخل أو الخارج إلا القليل نسبيا، فيما عدا ذلك فهي سيارة متينة. السيارة في الحقيقة ليست جميلة، فهيكلها المدور يشبه الحوت، لكن لديها إمكانيات سمكة القرش، ولا تزال تمتلك صفات سمكة القرش. بالضغط قليلا بالقدم اليمنى على دواسة الوقود يبدأ ما يقرب من طن من المعدن والبلاستيك بالتحرك دون جهد كبير، بانسيابية ولطف مثل منطاد طائر. يا للروعة، ويدق قلب الشرطي بشكل أسرع. أستمتع بالحزمة كاملة، بالقوة والحجم وكل شيء بما فيها المحرك. إنها كتلة من العضلات تستهلك الكثير من الوقود، تعطيني المتعة وألمس من خلالها شيئا من رائحة أمريكا. أنا هنا في بيتي. توافق تام، فالشيفغولي التي كانت في خدمة شرطة لوس أنجلوس باتت في ملكية رجل شرطة حقيقي.